سلام فيت معنيز، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. ما تنخلعوش هذه لا تارت دو سيترون تاع لو تيت ميل تاع البارح. اليوم ما درتش، واحد المشتركه كومونتات لي، خلات لي تعليق في الانستغرام، قالت لي فيت مامي يا ريت يا ريت تخلينا واش كليتي في التيت ميل تاعك تاع البارح. دونك ما بغيتش نخليها لها في قلبها، قلت نحط لها واش كليت. فوالا كليت تارت سيترون مع عصير برتقال طبيعي عصرته في الدار. ما اليوم صباح درت الصيام المتقطع، شربت غير الماء الصباح وشربت انتي شاي بنكهة الكراميل. على بالي باللي كان بزاف، قالت لي واحد المشتركة في تمامي لي ساشي تاع هذا لو تي ما همش صحيين، بليز ما زيديش تشربيهم. وانا نحاول قدر الامكان نقص منهم، مي عندي واحد المقوله في راسي، شغل نقول ليتل ديرت نيفر هيرت، شويه صوالح مشي صحيين ما راحش يضروك. بون، اول وجبه ليا كانت على الساعه 12، كليت دو ترونش دو بان كومبلي، اثنين قطع خبز القمح الكامل مع زوج حبات بيض هادو ساني إكس، ومعها فراولة 148 جو كوا كراولة. بون فراولة، عفوا بغيت نقولكم بلي الفراولة تقدروا تاكلوها في يوم قليل الكربوهيدرات، عادي جدا باسكو ما فيهاش كربوهيدرات بزاف، دونك تساعدكم في يوم قليل الكربوهيدرات اللي يحبوا ياكلوها. اون بليس هي تفسد بالخف، جو بريفير تاكلوها خير ما تخلوها في الفريجيدار تخسر. وانا لا بلوبار دي طون نديرها في الكونجيلاتور، ندير نصها في الكونجيلاتور ندير به سموذي نهار يوم عالي الكربوهيدرات، ندير بها ان سموسي، خير ملي تقعد تخسر كيما قلت لكم. هذه كيما نقولوا حنا استوس باش تحافظوا على لي فريز تاعكم كي تشرو كميه. على بالي دوك يقولوا ما تكثروش ما تكثروش، مي الراجل اللي يجيب يجيب بزاف. معليش. بون، مع الفطور الصباح تاعي درت ميلتي فيتامين، مشي اوبليغاتوار مي انا على العام ما نكذبش عليكم، العام يدور ندي ميلتي فيتامين بيسك ندير سبور بزاف، بيسك لا بلوبار دي طون جو سوي اون ديفيسيت، معناتها لا بلوبار دي طون نقص الاكل ما نبغيش ناكل بزاف. وفانيك على بالكم باللي ماكلتنا كامل ماهيش كيما تاع بكري، دونك نستحقوا الميلتي فيتامين. وهذا مشي دواء مكمل غذائي، بس كاين بزاف يقولوا لي دواء. بون خرجت مع العائله تاعنا وقلت نشارك معكم اجواء الطبيعه، وبغيت نتكلم معكم او ميم طون على فانيك الكارب سايكلينغ، كاين بزاف ما فهموش، قلت نفهمكم شويه لو طون اللي تشوفوا هذه المناظر الطبيعيه معنا. هنايا رايحين لتنس، ولايه شلف بلدية تنس، سلامي الحار الكامل سكان بلدية تنس، فريمون أخلاقهم رائعة. كوكو سلام حبيباتي، تهلاو في رواحكم. ونكملوا الكارب سايكلينغ. الكارب سايكلينغ سهل سهل بزاف خواتاتي، لو فات توالفوه خلاص عندكم يومين قليل الكربوهيدرات. للناس حابين ينقصوها، للناس حابين ينقصوا مورا ريجيم 13 يوم ولا في الايام العاديه، عندكم يومين قليل الكربوهيدرات ويوم عالي، ومن بعد يومين قليل ويوم عالي زائد وجبه مفتوحه. هذا هو البروغرام تاع الكارب سايكلينغ للناس اللي يحبوا ينقصوا وديروا معها سبور. ومن الاحسن نهار العالي ديروا فيه الجزء السفلي من الجسم، ونهار القليل ديروا فيه لي زابدو، ديروا فيه الجزء العلوي من الجسم بلس الكارديو بيان سور. لي زوندومورف من الاحسن يوميا كارديو، مشي نهار وتحبسوا، ولا على الاقل 3 مرات في الاسبوع كارديو. اني يعني نهدر على لي زوندومورف، لي ميزومورف 3 فوا بار سيمان، لي زيكتومورف 1 فوا بار سيمان. ومعليش ما ديروش كامل الكارديو. بون نعاودو نرجعو للكارب سايكلينغ. الناس اللي حابين يثبتوا الوزن يديروا الاسبوع الاول يومين قليل الكربوهيدرات ويوم عالي، الاسبوع الثاني يديروا فيه يوم بيوم،
الأسبوع الثالث يديروا كل يوم عالي بشرط ما يفوتوش 150 غرام. أنا خواتاتي جو بخيفة المرأة بالذات ما لازمش تفوت 1200 حريرة في النهار، اللي تحوس تبقى رشيقة وتحوس تحافظ على رشاقتها وما يكونش عندها تجمع دهون في منطقة البطن والجزء السفلي ولا في المنطقة العليا تاع جسمها ولا في ذراعتيها، ولا ما يكونش عندها دهون. جو بريفير المرأة ما تفوتش 1200 حريرة في اليوم، هذه، وما تفوتش 150 غرام كربوهيدرات في اليوم. هذه عن تجربة، زعما اللي حابة تحافظ على رشاقتها 1200 وما تفوتش 1500 عفوا 150 غرام كربوهيدرات في اليوم. وبغيت نهضر ثانيك، كاين بزاف يديروا واحد الخطأ، تحط الزوج تاعها باغ اكزومبل ولا اخوها ولا باباها طبسي تاع صحن من الاكل، وهي ثاني تحط صحن كيف كيف. نو، المرأة ما تاكلش كيما الراجل، المرأة تاكل نصف كمية الرجل. حتى في الريجيمات دي فوا يسقسوني يقولوا لي في تمامي الزوج تاعي راه حاب يدير معايا ريجيم، ما تعطيلوش كيف كيف كيما انتي، دوبلي له الكمية، زعما ضاعفي له الكمية. باغ اكزومبل في الريجيم 13 جور كاين بزاف لي الزوج تاعها بغا يدير معاها ريجيم، واش دارت؟ راح حطات له كيما هي. ومن بعد كي سالتني قلت لها نو، الراجل الا انت ياكليتي 2 حبات بيض هو تعطي له 4 حبات بيض، ضاعفي له الكميه. فانيك بالنسبه للناس اللي راهم دايرين الكارب سايكلينغ، جو بريفير نهار اللي ما ديروش سبور يكون يوم قليل الكربوهيدرات، ولا ما تتحركوش بزاف، ولا يوم راحه ما عندكمش سبور في ذاك النهار. بيسك انا باغ اكزومبل جو مونترين ولا ندير التمارين 6 مرات في الاسبوع، نهار اللي يكون راحه ندير فيه قليل الكربوهيدرات. داكا بلوس وجبه تاع الغش، الوجبه تاع الغش اللي حبيتي ديريها ديريها، ما حبيتيش ديريها انا بيرسونيلمون تساعدني بزاف. علاش؟ ترفع الحرق، مشي معناتها كي ديري وجبه مفتوحه معناتها على جال سقاطه ولا على جال كذا ولا ايه، بيان سور راح تنقص لك هذه السقاطه وتنقص لك صوالح اللي تشهيها وكامل. مي لا بلو بار دو طون، ولا الحاجه اللي ندير فيها التشيت ميل انايا على جالها، ندير التشيت ميل باش راني اون ديفيسيت، نهار اللي التشيت ميل اوف الحرق يطلع من بعد التشتمي، بيسك الكور يقول اه سي بون عندي واش ناكل، مانيش في حالة مجاعة، مانيش في حالة تاع تقشف. فوالا، بيسك الكور الي تري تري انتيليجون. كاين بزاف الناس كومونتاو لي قالوا لي فيت مامي الريجيم اللي درتيه ماهوش صحي. ايه، هو قليل الحريرات صح، بصح من جهة صحي ولا موش صحي ما تقدروش تحكموا عليه. قليل الحريرات ايه، بصح مده قليله ما راحش ياثر فيكم. وفان درت لكم ان بروغرام موراه. بون، هذه يا خواتاتي، نخليكم تشوفوا تسمعوا البحر. فريمون تاع الصح كان يوم جميل جدا، والحمد لله اللي ساعفنا الحظ وخرجنا. بون لا دوزيام، بون واش كليت الوجبه الثانيه، حنا درنا شوا في لا بلاج، درنا شوا وكليت سكالوب دو داند وحبه تفاح. ما قدرتش نفيلميكم بيسك التليفون لا باتري طاحت وما قدرتش نزيد نفيلمي، ولا يقول لي التليفون الباتري طاحت امبوسيبل تفيلمي. كي وصلت للدار درت، كانت 8 غير ربع، كليت شوربه وكليت معاها خبز كامل، قطعه خبز كامل، وكليت معاها حبه بيض. هذا هو واش كان عندي اليوم، واش درت، واش كليت اليوم في يوم عالي الكربوهيدرات. ما قدرتش نزيد ناكل اكثر، بروميييرمون شبعت، دوزيامون صيام المتقطع، ساندريون حق 8 سي بون. هذه يا خواتاتي، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من الفيديو تاع اليوم. نشكركم بزاف، نتمنى تدعموني اكثر
ونلحقوا 50,000 مشترك، وإن شاء الله تكون هدايا جميلة في 50,000 مشترك. هذه يا خواتاتي، تهلاو في روحكم إلى فيديو آخر. نوبلي با دو بارتاجي دو لايكي، وما تنساوش جيم لا فيديو إلى عجبتكم. تشاو، نحبكم بزاف. باي باي.